شكاوى لا تعد ولا تحصى للعديد من ضحايا التسوق الإلكتروني، وتتلخص بالتخفيضات والترويج والوظائف الوهمية، علامات تجارية لا وجود لها يعاني منها المواطن في كربلاء دون وجود قانون يحمي حقوقهم من النصب والاحتيال. يتعلق بموضوع الترويج الإلكتروني، اليوم العراق رغم أنه كان من الدول المتقدمة في إقرار عدة قوانين مهمة جدا تجاري الواقع العام بشكل الواقع الحالي بشكل عام، وكذلك التطور التكنولوجي الموجود اليوم الذي يجتاح العالم وما يفرز ضرورة مهمة جدا إلى الخروج بتوصيات واشتراعات ومشاريع خاصة على المستوى القانوني، لكن اليوم نجد أن مسألة الترويج الإلكتروني كذلك الحال، مسألة الجرائم الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني، كل ما يتعلق بعملية التعاطي والعقود الإلكترونية بشكل عام، لم يخطو العراق حتى هذه اللحظة أي خطوة موفقة بهذا الاتجاه. بقيت الإمارات حتى هذه اللحظة هي الدولة العربية الوحيدة التي تعالج الواقع الافتراضي وكذلك طبيعة التعامل التجاري في الواقع الافتراضي. عدم وجود قانون ينص على محاسبة هكذا جرم مشهود وبصورة علنية ويحدث يوميا والذي تقع ضحاياه بصورة مستمرة، خصوصا النساء التي تبحث عن لقمة العيش لتستفز بعدها وتدخل بدوامة لا رادع لها رغم ظروفها العصيبة. موضوع الترويج الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية هي بديل عن الإعلانات التقليدية والترويج التقليدي اللي كان متعرف عليه سابقا، لكن بسبب تصرفات البعض فقدت الثقة من قبل المواطن بموضوع الإعلانات الإلكترونية والترويج الإلكتروني، باعتبار أنه الكثير من عندهم يقولون أنه هذه البضاعة على سبيل المثال أنه هي عليها تخفيضات 30% 40%، بل هي بالعكس أنه بالمحلات الاعتيادية قد يكون سعرها أرخص بكثير، بالإضافة إلى موضوع أنه اليوم الزبون يطلب حاجة من المواقع التواصل الاجتماعي أو من المواقع الإلكترونية، وهذه الحاجة يعني معروضة بعدد من الصور، لكن توصل إلى الزبون أو المستهلك توصل غير المعروض. الجهات المعنية أوضحت أن هذه الأفعال تدخل بصلب قانون النصب والاحتيال، ومن خلالها تستقبل شكاوى المواطنين لمحاسبة المجرمين وتسليمهم للجهات التحقيقية لإرجاع حقوق المشتكي كاملة. هناك بعض التحايل من خلال المواقع الإلكترونية على المواطنين من خلال عرض بضاعة ويكون الواصل إلى المواطن بضاعة ثانية، بضاعة رديئة، طبعا هذه يعتبر تحايل على المواطنين، لذلك القوات الأمنية في حال وجود أي شكوى من أي شخص تقدم من قبله فسيتم التحرك فورا، هذا يعني يكون وفق المادة 457 الاحتيال للقبض على مثل هؤلاء الأشخاص لأنهم يتحايلون على المواطنين. كما تعلمون الآن القوانين نافذة بالنسبة للجريمة الإلكترونية من خلال ما أقرت من قبل البرلمان، فأي شخص يستخدم الوسائل الإعلامية لغرض التلاعب بقوت المواطنين ستكون عقوبته شديدة وسيعرض نفسه للمسائل القانونية. الاحتيال الإلكتروني الذي يستخدم من بعض رواد التواصل الاجتماعي في محافظة كربلاء مما يسبب خللا كبيرا في الثقة المبنية بين التاجر والمستهلك. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.